خمس سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، متى سينتهي أطول كابوس عاشه اليمنيون منذ عقود؟ وهل ميليشيا الحوثي اليوم بعد تدخل قوى إقليمية وأممية أضعف مما كانت عليه قبل خمس سنوات أم أقوى؟ أهلا بكم. سجل 21 من سبتمبر 2014 يوماً أسود في تاريخ اليمنيين. هذا اليوم سيذكره التاريخ بأنه يوم الانقلاب على العملية السياسية والحوار الوطني والجمهورية والدستور. هذا اليوم سيذكره التاريخ بأنه بوابة الغزو الخارجي وتدخل الدول الإقليمية والدولية وفقدان القرار الوطني المستقل. هذا اليوم سيذكر بأنه مبتدأ القتل الميداني والاختطاف والسجون السرية والألغام الأرضية والتعذيب حتى الموت، وسيذكر بأنه آخر يوم لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي ومشاركة المرأة في الحياة العامة. بعد خمسة أعوام على هذا اليوم الأسود، كيف أدارت ميليشيا الحوثي هذه الفترة؟ وماذا فعلت الحكومة الشرعية والقوى السياسية والتحالف لتقويض هذا الانقلاب؟ هل فعلا تم تقويضه؟ أم تفريخ انقلابات أخرى جواره؟ وأخيرا، من المسؤول عن استمرار هذا الانقلاب كل هذه السنوات؟ وأن نعد به بأننا خلال عامين سنستطيع أن ننتقل إلى غد أفضل. 21 من سبتمبر 2014 لم يكن مجرد يوم لبداية حرب يمنية جديدة فحسب، بل كان يوماً للعار الوطني بعد اجتياح ميليشيا الحوثي عاصمة البلاد على بساط التواطؤ العسكري والسياسي. صنعاء خط أحمر، كلما صنعاء والله همدان خط أحمر، وصلوا الناس همدان، سقطت العاصمة. والأخ وزير الدفاع يقول ولا زال يقول إنه على مسافة واحدة من كل الناس وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف، أخذوا المعسكرات ولا زال الأخ وزير الدفاع على مسافة واحدة من كل الناس، دخلوا وزارة الدفاع ولا زال الأخ وزير الدفاع على مسافة واحدة، جلسوا فوق الكرسي حقه ولا زال يعني على مسافة واحدة من كل الناس، تصوروا الناس فوق كرسي وزير الدفاع. هتفت الأصوات منددة بالصمت المريب لهادي وقيادته العسكرية، ذلك الصمت الذي أسلم الدولة ورقاب اليمنيين للميليشيا. سقطت العاصمة صنعاء، لم يقل لنا رئيس الدولة أن هؤلاء ميليشيات، لم يقل لنا وزير الدفاع أن هؤلاء يرتكبوا حماقات، لم نسمع أحدا، وقعنا على اتفاقية السلم والشراكة. يتذكر اليمنيون بكثير من الحسرة تلك اللحظات التي اجتاح الحوثيون صنعاء بمساعدة حليفهم صالح والقوات الموالية له وحزبه الذي مهد لهم كل الطرق لإسقاط البلاد بالشراكة مع أطراف كثيرة محلية وإقليمية. كانت الحرب المعلنة على الربيع العربي قد وجدت الحوثية أرضية مناسبة للانقضاض على حلم اليمنيين. لم تسقط الجمهورية، لكن اليمنيين فقدوا في يوم النكبة دولتهم ووحدتهم وكيانهم الوطني وسلمهم الاجتماعي. خمس سنوات منذ تلك اللحظة السوداء مارس الحوثيون فيها القتل وتدمير المنازل ونهب ممتلكات الناس، غيبوا الناس في السجون وقتلوا المواطنين الأبرياء تحت التعذيب، وحرم اليمنيون من أبسط الخدمات. لم تبقى جريمة إلا وارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين. بعد سيطرتهم على السلطة وإحكام سلطتهم على مؤسسات الدولة، يسعى الحوثيون للعمل بوتيرة عالية على اعتماد مفاهيم نظريتهم السياسية ذات الصبغة الدينية الطائفية كمرجعية للحكم في البلد وتكريس سلطة الميليشيا وجعلها قدراً لا يمكن الخروج عليه أو مواجهته. يرافق كل ذلك عملية تجريف ثقافي وإعادة بناء للمجتمع وفقاً لما تقتضيه مصلحة الجماعة، وبما يهدد كل المنجزات التي ناضل اليمنيون من أجلها لعقود طويلة. خمس سنوات من ذلك اليوم، ورغم الحرب الطاحنة التي نهبت أرواح اليمنيين وجعلت بلادهم ركاماً وأشلاء، لم يتغير الحال بل ازداد المشهد سوءاً. فمن بداية هذه الحرب الكارثية لا تزال صنعاء والمحافظات ذات الكثافة السكانية تحت سلطة الميليشيا، ولا مؤشر حتى اللحظة يؤكد أن نهاية هذا الكابوس باتت قريبة في ظل المستجدات التي تعقد المشهد اليمني كل يوم أكثر من سابقه. تاه مشروع المقاومة الشعبية،
وتحول إلى عمل عسكري متحكم به من قبل الحكومة والتحالف، وانقلب التحالف على الشرعية وانحرف عن أهدافه وتحول إلى مشروع مطامع بيد الدولتين الرئيسيتين السعودية والإمارات. السلطة الشرعية اليوم عاجزة عن إدانة ما يتعرض له مسؤولوها، ناهيك عن الاعتراض عما يحاك للبلاد ومواجهته. تقول الشواهد إن ميليشيا الحوثي اليوم في وضع أفضل، خصوصا مع تعاظم قدرتها العسكرية والتي باتت تستهدف بها عمق الأراضي السعودية. بات المجتمع راضخا لسلطة الحوثي بعد كل الانتكاسات التي تعرض لها المشروع الوطني؟ وهل بات حلم الخلاص من هذه السلطة الإجرامية المغرقة في التقليدية والتخلف حلما بعيدا لم يعد ينتظره أحد؟ يبدو المشهد قاتما وغارقا في السواد. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نستضيف الروائي والكاتب الدكتور مروان الغفوري عبر الأقمار الاصطناعية، وسينضم خلال هذه الحلقة أيضا الأستاذ ماجد المدحجي مدير مركز صنعاء للدراسات عبر الهاتف من القاهرة. بداية، مساء الخير دكتور مروان. مرحبا، مساء الخير. نعم أستاذ الدكتور مروان، 5 سنوات على انقلاب الحوثيين على الدولة، أين ترى هذا الانقلاب اليوم بعد هذه السنوات؟ يعني في الحقيقة الانقلاب يقع ضمن قصة يمنية ممتدة من عام 1948 حتى 2019، ونحن الآن على مشارف 2020، بمعنى أن اليمن منذ 1948 حتى الآن وهي تدخل في متتالية من الحروب، بما يجعلنا مستريحين نقول أن شخصا كعلي عبد الله صالح ولد في الحرب ومات في الحرب. لذلك فالانقلاب في صورته العسكرية لم يكن شأنا غريبا على حياة اليمنيين في 7 العقود الماضية، لكن في نهاية المطاف حصلنا على نهاية 2019 نحن نقف على أنقاض انهيار السردية الوطنية بشكل كامل. السردية الوطنية بمعناها الثلاثي، بمعنى أن الفاوندينغ ستوري أو القصة المؤسسة للذات اليمنية انهارت، بمعنى أن الهوية اليمنية انهارت، بمعنى أن عناصر الوحدة الوطنية انهارت. فنحن نقف أمام مشهد مليء بالشعوب اليمنية، مليء بالدويلات اليمنية. حتى الانقلاب نفسه فقد أضاع أهدافه وتحول الانقلاب أيضا إلى دويلة يمنية ضمن سرداب مليء بدويلات. نعم، إذا لو قمنا بعمل جردة حساب دكتور مروان وبدأنا بالملف السياسي وتساءلنا أين هو موقع الحوثيين اليوم سياسيا؟ موقع الحوثيين في سياسيا، يعني البعد السياسي الذي حصلوا عليه، مدى القوة التي استطاعوا كسبها أو النفوذ الذي استطاعوا أن يكسبوه سياسيا أمام المجتمع الدولي والإقليمي أيضا. يعني في النهاية أنا أعتقد أنه أهم مكسب أنجزه الحوثيون في السنوات 5 الماضية هو تحررهم من الخوف، حتى أنه فكرة الاستعانة بالتحالف العربي بعد أن استنفذ التحالف العربي ما يمكن أن تسميته ببنك الأهداف في هذه المعركة بين قوسين العسكرية، لم يعد لدى الحوثي الكثير ليخشى عليه. أنا أذكر دائما بالمشهد اللبناني في الحرب الهجينة اللبنانية التي استمرت منذ 1975 وانتهت عمليا أو عملياتيا سنة 1989. إذا نظرنا إلى شبكة، إلى خارطة القوى المتحاربة في تلك الحرب، فسيصعب حصرها. ستجدين نفسك أمام أكثر من 16 طرف متحارب، الفلسطينيين، الشيعة، السنة، المسيحيين، المملكة العربية السعودية، إيران، سوريا، حتى أقباط مصر باعتراف السادات نفسه. بمعنى أنه هذا الخليط كله الذي كان قويا بدرجة ما سياسيا، يعني كان كل عنصر في هذا الخليط قوي بدرجة ما وضعيف بدرجة ما كما يحدث في اليمن، انتهى نهاية مفاجئة في سنة 1989 عندما تيقنت كل الأطراف أنه لم يعد بمقدورها أن تخوض مزيدا من الحروب. لذلك عندما نسأل أنفسنا ما هو وضع الحوثي السياسي، هو السؤال نفسه الذي يمكن أن أطرحه بشكل آخر، بمعنى ما هو الوضع السياسي للشرعية اليمنية، ما هو الوضع السياسي
التيارات الانفصالية في الجنوب، ما هو الوضع السياسي لليمنيين غير المسيسين أو اليمنيين الشاء أو الدولجيين كما أسميهم، بمعنى أنه الحوثي لا يزال الحوثي، من الصعب القول أن الحوثي يمتلك الآن أنه في أحسن حالاته، ولكن يمكن القول أنه واحد تحرر من خوفه، اثنين تأكد هو شخصيا أنه أنه يصعب هزيمته في الوضع الراهن في هذه الحرب الهجينة، لذلك عنصر قوته أنه تصعب هزيمته، عنصر قوته أنه تحرر من خوفه، وهذان العنصران يجعلان يعني الحوثي في موقف سياسي قوي. هل يمكننا القول بأنه صار أقوى؟ هو حافظ على مستوى، على منسوب قوة معين، وانهارت القوة المحيطة به، وهذا ما يجعله يبدو أنه أقوى. نعم، إذن يعني أيضا هو استطاع أن يتحول من طرف انقلابي على الدولة إلى طرف يعني ند، لنقل يجلس على طاولة الحوار، يضع الشروط، يرفض، يقبل. في الحقيقة الحوثي لم يصبح ندا للدولة، وإنما وهذا أخطر ما في الأمر، بدأ وكأنه الوريث الوحيد للدولة اليمنية، خاصة بعد مشهد انهيار الجيوش رئاسة الجمهورية في عدن في الحرب الأخيرة، وطرد رئيس الجمهورية من البلد، وسيطرة مجموعة مسلحة تحصل على التمويل والتسليح والخطط من دولة خارجية سيطرتها على العاصمة الثانية. في هذه اللحظة الحرب، المشهد الأخير الذي شاهدناه الذي رأيناه جميعا في عدن أعطانا صورة مخيفة تقول بأنه في هذا الوضع المأساوي يبدو الحوثي هو الوريث الوحيد للدولة اليمنية بقيمها السياسية وبتقاليدها وأعرافها. إذن يعني لو انتقلنا دكتور إلى المستوى العسكري، حيث تصل صواريخ اليوم إلى عمق السعودية، هناك من يتساءل يعني عوضا بعد 5 سنوات إتمام بنك الأهداف كما قالت السعودية، يفترض أن يكون أكثر ضعفا، خاصة يعني مع ضعف الموارد الاقتصادية، إلى يعني الكثير من الأسباب التي يفترض فيها أن يكون أضعف، ولكن مع ذلك هو مستمر، وبآخر ضرباته يقولها أنا ذا، يعني ما زلت موجودا. يعني هذا سؤال مركب، ومن الصعب إعطاء إجابة مباشرة عن هذا السؤال، ولكن دعيني أقول لك شيء. ينتصر الضعيف عندما يرفض أن يهزم، ويفشل وينهزم الكبير عندما يفشل في تحقيق الانتصار. المعركة انتهت عند هذا أو وصلت إلى هذا المستوى. فيما يخص الحوثي، هناك أيضا من يعني منح الحوثي قفازين. من الصعب القول بأن الضربات الأخيرة التي تحدث في المملكة العربية السعودية هي ضربات حوثية، يعني بإمكاننا سوق الكثير من المبررات حول هذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه خارج نقاشنا، ولكن في وضع مأزوم في المنطقة يبدو أن هناك قوة دولية، دعونا نقول مثلا إيران، تنفذ مجموعة من العمليات الاستراتيجية تحت يعني لافتة الحوثيين، والحوثيون على استعداد لكي يتبنوا هذه العمليات لسبب بسيط جدا، لأنها تمنحهم قوة سياسية في نهاية المطاف. بإمكانهم الآن أن يخاطبوا المجتمع الدولي بالقول أنه أنا لهذه الحرب أن تقف على الحدود أو على الحقيقة التي وصلت إليها، ما لم فإن هذه الحرب تتدحرج شيئا فشيئا لكي تصبح أزمة عالمية، لأنه في النهاية أعتقد أنه بالإمكان أن تحصر هذه الحرب في الركن الجنوب الغربي من الجزيرة العربية، وغالبا سابقا كان يقول بأنه مهما بلغت مشاكل اليمن حدة فهي لا تعدو أن تكون سطرا في وسائل الإعلام، ولكن يبدو أن هذا السطر كبر كثيرا وأصبح مجلدا ضخما يقلق، وهناك من يستخدم الآن هذه الحرب لكي يقلق السوق العالمية والمشهد العالمي، وهذا ما يحدث. ولذلك أنا أعتقد أنه تبني الحوثي بقدر ما هو مجازفة، لكنه مدروس سياسيا، تبني الحوثي للضربات التي حصلت لأرامكو على سبيل المثال. يعني إذن هناك يعني لو أدرنا الحديث حول التحالف مثلا بالرياض وأبو ظبي والتدخل العسكري في اليمن دكتور، يعني من خلال 5 سنوات من الحرب، هناك من يتساءل هل خاضوا فعلا حربا فعلية، أم يعني أنهم لا توجد يعني تلك الحرب التي مكنتهم من هزيمة الحوثيين، بدليل أنهم حتى الآن لم يهزموا. هذه حرب سيقت على عجل، يعني بمعنى سلقت
لنقل بين عشية وضحاها مات ملك وجاء ملك آخر. الملك الآخر اطلع على المشهد ورأى أن هناك متغيرات تقلقه، فقرر الملك أن يخوض حربا. هذه حرب في المقام الأول لم تكن ملامحها أو عناصرها الاستراتيجية واضحة، في المقام الثاني المشروعية القانونية والأخلاقية لهذه الحرب لم تكن مكتملة كامل بشكل كامل. وفوق هذا كله خاضت المملكة العربية السعودية هذه الحرب ضد عدو لم تحدده، لأنه يبدو أن المفكر العسكري السعودي نظر إلى أرض المعركة في اليمن، واعتقد أن 90 لواء حرس الجمهوري على الفرقة المدرعة، كل هذه الألوية التي أيدت بشكل ما من أشكال عبد الملك الحوثي، أعتقد أنه خلال 15 دقيقة كما قال أحمد عسيري تساعدها، بمجرد أنه تسيطر الطائرات والمقاتلات على الأجواء ستنتهي الحرب. لذلك أعلنت المملكة العربية السعودية بعد 30 يوم أن الحرب انتهت عمليا، وأنه الأهداف العسكرية وأنه 85% من أهداف عاصفة الحزم قد حققت، لأنه اعتقدوا بأنه ضرب الآلة الثقيلة كفيل بإنهاء هذه الحرب. وفي النهاية لم تكن هذه الحرب استعادة الشرعية، وهذا عنصر دروباك، عنصر إشكالي في الحرب، لأنه اعتقدوا أن نظر إلى المعركة كالتالي، أن سيطرة الحوثي على السلاح الثقيل، وهذا ما كان يعيده عادل الجبير مرارا وتكرارا، بأنه لن نسمح لميليشيا إرهابية أن تملك أسلحة ثقيلة وصواريخ. اعتقدوا أنه بإمكانهم إزالة هذا الخطر، وعندما أزالوا جزء كبير من المادة الصلبة، من المادة العسكرية الصلبة، اكتشفوا أن الحرب لن تنتهي والمعركة لم تنتهي. وهنا حدثت الإشكالية، بمعنى أنه نحن أمام مشهد معكوس. أقرأ في وسائل الإعلام عنوانا يقول المدن السعودية تحت رحمة المقاتلات المسيرة الحوثية، وهذا خبر معكوس، بمعنى أنه انتقلنا من سيطرات التحالف على الأجواء اليمنية إلى سيطرة الحوثيين، بين قوسين الحوثيين على الأجواء السعودية، وهنا الأزمة. إذن اسمح لنا دكتور مروان أن ينضم معنا الأستاذ ماجد المدحجي مدير مركز صنعاء للدراسات عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن أستاذ ماجد، بعد 5 سنوات أين ترى انقلاب الحوثي اليوم؟ أولا مساء الخير وتحياتي لك وللصديق العزيز الدكتور مروان غفوري. طبعا المشهد على الأقل بعد هذا المدى الزمني هو أقل ما يوصف أنه مقبض، يعني نحن نشهد فعليا ترسخ سيطرة الحوثيين على كتلة أو على جزء كبير من اليمن، الجزء الأكبر والأكثر حيوية التي تركز فيه النفاقات السكانية الأكبر، ناهيك عن المدن، وتحديدا بعد 5 سنوات أرى تقوض كامل لفكرة اليمن التي عهدناها وعشناها على الأقل هذا الجيل. يعني الآن يتم تقويض اليمن كحيثية كسيرورة، ونتيجة ذلك نشهد فعليا صعود لكل الهويات الصغيرة، التمزق في علاقة اليمنيين البينية، أو بالمقابل الحوثيين يدفعون اليمن خطوة والأخرى لأن تصبح بين قوسين بلدا مارقا يمكن أن يتكيف المجتمع الدولي مع حالة عزلتها ما لم تكن لها أضرار. لكن أيضا السلوك الحوثي بترسخ علاقاته الإقليمية تحديدا في المحور الإيراني يجعل من ذلك أيضا أقل، يعني الفرص أقل، يجعل إمكانية تزعزع الأمور دائما قائمة. وبالمقابل هناك وأيضا سنشهد فعليا وجود أكثر من يمن المهجرين خارجها بسبب هذه الحرب، ويمن التي تزداد ذروات نزاعاتها الداخلية في المناطق المحررة. يعني المشهد حقيقة موحش ومقبض أقل ما يوصف عنه بعد 5 سنوات من انقلاب الحوثي. تفضل. إذن على المستوى السياسي والعسكري أستاذ ماجد، هل تجد أن الحوثي بات أقوى يعني بعد هذه السنوات؟ الحوثي يجد تعريفه تحديدا في أدوات القوة، لا يجد نفسه في أدوات السياسة. هذه جماعة تحديدا في سيرورتها، هي جماعة ذات بعد مسلح، ذات بعد عنيف. ضمن هذه الأدوات هي تستطيع النمو والاسترخاء، وفي ظل عدم وجود تهديدات فعلية بسبب أساسا غياب مشروع مقابل، مشروع وطني متماسك يستنهض اليمنيين، فهذه الجماعة تترسخ كجماعة محكمة
مسيطرة وشديدة القوة لكنها بدون أي خيال سياسي. هذه هي مشكلة هذه الجماعة، هي تترسخ، تحكم أدواتها الأمنية وسيطرتها على المناطق التي تحت نفاقها، تصبح أكثر خبرة ودراية بشؤون الحرب اليومية، لكنها يوميا أيضا تسقط مفهوم الدولة وتسقط مفهوم السياسة بمعناها العام من يدها. ولذلك نحن فعليا نشهد ترسخ شكل من 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 دولة العنف في سيطرة في مناطق سيطرة الحوثيين، وهي دولة مكتملة الأركان تعتمد على سلاح تقويض المجتمع وإطباق يد أمنية عالية عليه. الحوثيين صحيح أقوى بالمعنى العسكري، لكنهم إذا حدث وأن تشكل أي مشروع وطني، هذه القوة ليست حاسمة في بقائهم بالتأكيد. تفضل. نعم، إذن ما هي رؤيتك لأداء السعودية والإمارات كتحالف أراد أن ينهي الحوثيين، ونحن الآن نتحدث بعد 5 سنوات؟ يعني أقل ما يوصف في المشهد أن اليمن هي مقبرة التحالفات. يعني نشهد الآن استيقاظ لصراع أجندات، أقل ما يوصف به تحديدا بين المملكة والإمارات في مقاربة للملف اليمني. لكن سيظل بحكم حقائق الجغرافيا والسياسة والتاريخ السعودية هي اللاعب الأساسي والفاعل في اليمن. على مدى 5 سنوات فشل هذا التحالف في اقتناص الكثير من الفرص تحديدا لتقويض سيطرة الحوثيين. الحوثيين صحيح أنهم تهديد وجودي لكيانية اليمن والمجتمع اليمني، لكنهم أيضا جرح في خاصرة الرخوة للسعودية، وبالتالي هو تهديد حقيقي أيضا لها. المشكلة في إدارة المملكة لهذه الحرب أنها فشلت كليا حتى الآن، لم تدعم أي شكل من أشكال وجود وطني متماسك في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين باتجاه معركة تجاه هذه الجماعة. واضح أنه نحن في مشكلة عميقة، فشل حقيقي، والنتائج ستلحق ضرر طويل على فكرة ليس فقط باليمن لكن أيضا بالمملكة. لا أدري فعليا، ويظل أحد الأسئلة الأساسية، ما هو مستقبل العلاقة بين مكونات التحالف تحديدا والإمارة في السعودية، خصوصا أنه التحديات الوجودية لهم من قبل إيران تجعل فرص انشقاقهم عن بعض ضعيفة باستمرار بسبب الاحتياجات المتبادلة. لكن تحديدا في اليمن سنشهد نزاع في أدواتهم المحلية، واضح أنه يترسخ الآن خصوصا بعد سيطرة الانتقالية وحلفاء الإمارات على المناطق المحررة في الجنوب. تفضل. نعم، إذن هناك من يرى أن أداء الشرعية بمكوناتها العسكرية والسياسية يعني ساعدت في تثبيت حكم الحوثي كل هذه المدة، ما رأيك؟ هي صدقني إذا كان هناك فاعل أساسي يتحمل المسؤولية في كل هذا الخراب بما فيها نتائج سيطرة الحوثيين أو ترسخ سيطرة الحوثيين أو حتى فشل التحالف والحكومة الشرعية، يعني بكل التحدي الوجودي اللي شكلته هذه المعركة منذ بدايتها لم نجد أي تحمل بالحدود الدنيا للمسؤولية تجاه مقتضيات إدارة هكذا معركة. هناك فساد، هناك سوء تصرف في الوظيفة العامة، ليس سوء تصرف، هناك انتهاك كامل للوظيفة العامة، هناك عدم تحمل المسؤوليات، وهناك فعل واحد من أسوأ وأكثر الأفعال تربحا من موارد العمل للدولة في أيدي مسؤوليها بعيدا عن أولوية ما يحتاجه اليمنيين. هناك مشهد أقل ما توصف فيها الحكومة الشرعية إنها فعليا نموذج للانفصال والفساد، الانفصال عن الواقع والفساد والانتهازية، يعني حالة تجسيد لما أبشع ما كان يحلم به اليمنيين. هذا بالتأكيد أدى إلى ترسخ سيطرة الحوثيين، أدى إلى كل هذا الشكل من انكشاف السيادة الوطنية أمام أداء التحالف وقدرة وإدارة الملفات بهذه الطريقة التي لا تلقي بالا إلى شيء. الرئيس هادي والحكومة ونائبه علي محسن والأطراف كلها والأحزاب السياسية اليمنية على مدى 5 سنوات لم تنتج أي لحظة، أي لم تقم بأي مسؤولية، ولم تنتج أي لم تتحمل ما يجب ما كان ينتظره منها اليمنيين في هذه المعركة المصيرية. تفضل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ماجد المدحجي، مدير مركز صنعاء للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور مروان، ما هو تعليقك حول ما طرحه الأستاذ ماجد خاصة في أداء الشرعية ومكوناتها؟
ما طرحه الصديق العزيز ماجد المدحجي، وانا من الذين يستهدون بما يكتب هذا الصديق. طبعا الصورة مخيفة، انا اتفق معه الى حد بعيد. المركزي في المشهد الراهن هو ان هو انهيار السردية الوطنية كما قلت في البداية، بمعنى انهيار سؤال ما الذي يجعل المرء يمنيا. نحن خرجنا الآن من أزمة المعركة إلى أزمة سؤال وجودي يقول ما الذي يجعل المرء يمنيا، بمعنى ما هي الفاوندنج ستوري، ما هي الصورة، ما هي القصة التي تؤسس لكون الرجل يمنيا. إذا كانت ثورة 26 سبتمبر تؤسس لمعنى أن يكون الرجل يمنيا، المرء يمنيا جمهوريا، فإن 26 سبتمبر لم يعد يعني شيئا في صنعاء ولا في عدن. إذا كنا نتحدث عن الهوية كعنصر ثاني في تحديد السردية الوطنية، فنحن أمام انهيار لهذه الهوية بكل معانيها، من إذا كان الأدب والتاريخ والأغنية والحلم المشترك يؤسس للهوية الوطنية، فإن كل هذه العناصر لم تعد عناصر مشتركة لدى الإنسان بين قوسين اليمني من الشمال إلى الجنوب، من صعدة إلى عدن ثم أفقيا. إذا كنا نتحدث عن اسمح لي دكتور مروان، يعني أنت تتحدث عن انهيار للسردية الوطنية في ظل حاجة المجتمع حقيقة لبناء سرديته الوطنية من جديد، يعني ألا يفترض أن يعني تعاد رؤية الجماعة لذاتها، أن يكون هناك من يصيغ هذه السردية الوطنية بالرؤى المشتركة والأفكار والمعاني التي تجعل كما قلت من المرء يمنيا؟ في البداية يتشكل غضب لدى الناس وإحساس بالتيه، ثم يأتي الشعبويون ويقدمون إجابات عاجلة لهؤلاء الغاضبين والبشر الذين أحسوا بالضياع والتيه أو باهتزاز في الهوية، فيقدمون إجابات ناجزة. إذا نظرت جنوبا ستجدين أن مجموعة من الشعبويين قدموا إجابات بالمعنى التاريخي خطرة للغاية، لدرجة أننا وصلنا إلى مرحلة الصراع حول ما إذا كانت عدن وحضرموت تاريخيا تنتمي إلى اليمن، ما إذا كان الإنسان الحضرمي والإنسان الضالع يمنيا، بمعنى ما بمعنى أن فكرة حتى ما كان يسمى بالـ elements of unity أو عناصر الإحساس بالوحدة الوطنية انهارت بشكل كبير جدا. وفي هذه اللحظة أنت بحاجة فعلا إلى صراع من الأسفل إلى الأعلى، صراع على المستوى الثقافي، صراع على المستوى السياسي، بمعنى أنه صراع يؤسس في البداية وفي النهاية لخلق الهوية الوطنية من جديد، للبحث عن عناصر الوحدة الوطنية من جديد، بمعنى بحاجة إلى عملية شاملة تعيد تعريف ما الذي يجعل الإنسان يمنيا. نعم، لكن وهنا يعني المشكلة الأساسية في الحرب. نعم، يعني ألا تستدعى السردية الوطنية حينما تظهر الحاجة إليها؟ وأظن أن اليمنيين الآن في أمس الحاجة لإعادة سردها من جديد، يعني ربما هي تصاغ من نسيج مخاوف هذا الشعب، آماله، تطلعاته، يعني ليست يفترض أن تعبر عن واقعه الذي يفترض أن يكون وآماله بمستقبل؟ يعني هذا الانهيار الذي تتحدث عنه ربما يراه الآخر بأنه على العكس، بسبب الحوثيين أعيد إنتاج سردية وطنية بالانتماء الجديد، ربما الشباب الذي عاد تاريخ اليمن وعاد صياغته وقراءته والتشبع بأبطاله، الانتماء للنشيد الوطني، ربما أيضا قراءة التاريخ وتفكيكه، خاصة تاريخ الإمامة وتفكيكه من أول وجديد وإسقاطه على الواقع. يعني تبدو قصة الصراع مع الإمامة ليست قصة مشتركة للإنسان اليمني على امتداد الجغرافيا اليمنية، بمعنى أنه جنوبا يتجه المواطن ويتجه الناشط ويتجه المثقف إلى الحديث عن دالة في الماضي بلا ملامح، بمعنى عن هوية حتى يصعب تحديدها،
وهذا البحث عن تلك الهوية الغائبة في التاريخ التي بلا معنى ولا بلا وبلا ملامح، يعني يأخذون من الجمهورية اليمنية علمها، لكن جمهورية اليمن الجنوبية علمها لكنهم لا يأخذون اسمها ولا ملامحها ولا شخصيتها، ويبحثون في الماضي عن مجهول. في هذه اللحظة بينما في الشمال يستعيد الإنسان اليمني تاريخ الصراع مع الملكية، وهما صراعان وهما بحثان مختلفان كليا. يعني كنا نقول الذي يجعل الفلسطيني فلسطينيا هما شيئان، الأول هو الدبكة وثانيا هو المسجد الأقصى، بمعنى إنه تو براندز، إنه هذان الملمحان سيحافظان على كون الإنسان الفلسطيني فلسطينيا في كل مكان في الدنيا. لذلك أنا بقول إنه انهيار عناصر السردية اليمنية، يبدو أننا لم نعد قادرين على أن نعثر على عناصر مشتركة للسردية الوطنية، باستثناء مثلا ما حدث مؤخرا وهو الدبل، الهدف الذي سجله لاعبين المنتخب السعودي. هذا الهدف يبدو أنه أحد عناصر السردية اليمنية الجديدة، بمعنى أنه منح كل إنسان يمني، حتى أولئك الذين ينكرون يمنيتهم. مظبوط، الرياضة الآن والفن تقريبا هي ما تجمع اليمنيين، يعني نلاحظ أيضا ظهور فنان ما يجتمع اليمنيون حوله ويصوتوا له ويشجعوا، كذلك كما حدث في الرياضة مؤخرا. لكن مظبوط، هذا هو أهم عناصر من عناصر اليونيتي، من عناصر الوحدة الوطنية. جميل. إذن أستاذ مروان، أيضا هناك مخاوف كبيرة تجتاح الناس، وخاصة من ما زالوا تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بالتأثير الفكري على الناس. يعني ربما هناك من يلاحظ أن الحوثيين يعني يشتغلوا على المدى البعيد، فهم يستهدفون الأطفال الشباب بالمراكز الصيفية التي تقام، ربما انضم لها العام هذا العام أو في صيف هذا العام تقريبا 300 ألف طالب، يعني ربما لو 20 ألف منهم انضموا لهم لكفوا لتفخيخ المجتمع أو الجيل القادم. كيف ترى لاشتغال الحوثي على هذا الجانب؟ يعني دعني أخبرك شيئا، أنا أزعم أو أدعي أنه في غاية الأهمية. شبيبة هتلر كانت بمئات الآلاف، وكان يبحث عن في تاريخ الشخص إلى القرن الثامن عشر للتأكد من أن أجداده كانوا ألمانا آريين، لكي ينضم إلى شبيبة هتلر. ولكن اكتشف الناس بعد عقود من انتهاء الحرب العالمية الثانية أن الخطر لم يكن في إلحاق هؤلاء الأطفال النازيين بالأطفال بشبيبة هتلر أو تحويل الأطفال إلى نازيين، بقدر ما كانت الخطورة هي في أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لأصوات القنابل. في الحرب العالمية الأولى ظهر مصطلح سمي فيما أطلق عليه في حينها شل شق أو صدمة المقذوفات، وهو أنه خرج الجنود والأطفال من الحرب مصابين نفسيا، ليس لديهم القدرة على احتواء مشاعرهم وقلقهم، ثم دخلوا فيما يسمى في مشاكل سلوكية، بمعنى حصلنا خاصة كل ما كان سن الطفل أصغر كان احتمال أن يعاني من مشاكل سلوكية أكبر. حصلنا على جيل خرج من الحرب العالمية الأولى كان مصابا نفسيا، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وبلغ عدد المصابين النفسيا أرقام هائلة. المشكلة كانت كالتالي، أن الدراسات التي تنشر في ألمانيا والتي تنشر حتى بما فيها تلك الدراسات التي نشرت في العشر سنوات الماضية، التي تتحدث عن الكريكسكيندا أطفال الحرب والكريكسكيندا أو أطفال الحرب، بمعنى أن المخاوف والاضطرابات السلوكية التي عانى منها الأطفال الذين ولدوا في الحرب أو قبل الحرب أو عاشوا في الحرب نقلت إلى أبنائهم وأحفادهم، بمعنى حصلنا على أحفاد، هناك أحفاد في ألمانيا يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية سببها تعرض أجدادهم لأصوات القنابل ومشاكل الحرب. هذه المشاكل long term impacts أو المشاكل طويلة المدى للحرب، لكن الأطفال في نهاية المطاف بإمكانك أن تجري لهم معالجة معرفية وجلسات نفسية لإخراجهم من النازية، ولكنك لا يمكن أن تنزع أصوات القنابل من أرواحهم. مش مشاكل في منتهى التعقيد، نتحدث الآن عن اضطرابات حتى في التكوين الجيني لأولئك الذين يتعرضون لأصوات القنابل. دعيني أخبرك شيئا في غاية الأهمية، كل 99 دقيقة هناك غارة جوية في اليمن بالمعدل منذ 5 سنين، وهناك 4.5 مليون طفل يعيشون في المناطق القريبة من المواجهات، بمعنى يتعرضون لأصوات القذائف والمدفوعات. تقول اليونيسف في 2018
أن 11 مليون طفل هم بحاجة إلى مساعدة، من مساعدة بسيطة إلى مساعدة عظيمة. ثم تقول بين قوسين علما بأن 11 مليون طفل يمني الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة هم في الأساس كل أطفال اليمن. ثم يأتي الحوثي أصلا ويهبش من هؤلاء ال 11 مليون مجموعة من الأطفال فيحولهم إلى قتلة ومقتولين. بمعنى أنه عندما نتحدث نحن عن مشاكل الأطفال في الحرب، الموضوع لا يتعلق فقط بكون الأطفال يتعرضون لأصوات القنابل ثم تنتقل المشاكل النفسية في 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 السن في كبارهم ثم تنتقل إلى أولادهم وأحفادهم، إنما في أن الأطفال في اليمن أصبحوا أيضا ليسوا فقط ضحايا حرب وإنما صناع حرب، يؤخذون إلى المعارك لكي يكونوا قتلة ومقتولين ولكي يزرعوا الألغام ويكونوا ضحايا الألغام. المعركة، نحن أمام أمة تقريبا تتعرض لإبادة في وضح النهار. طيب يعني بهذه الإشكالية الكبيرة دكتور مروان، يعني لا نجد أحد يهتم، لا المجتمع الدولي ولا الشرعية التي نصبت يعني ترى في نفسها أنها هي الحاكم لهذا الشعب وهي تدير ظهرها له. يعني ما تحدثت به مرعب، والأرقام التي تذكر فعلا مرعبة، عدد الأطفال الذين يتعرضون لمخاوف الحرب والانهيارات النفسية وفقدان الآباء والذهاب إلى المعركة في سن لا تسمح لهم، لا يوجد أحد يفكر في كل هؤلاء. يعني كما قلت أي جيل يمكن أن حتى لو انتهت الحرب ما الذي تبقى من اليمنيين أو من أرواحهم وسلامة نفسيتهم؟ يعني هذا سؤال في غاية التعقيد، لأنه في نهاية المطاف هو سؤال وجودي. في 2009 كتبت مقالة في المصدر في صحيفة المصدر، وكنت أتحدث فيها عن متلازمة الصدمة، صدمة ما بعد الحرب، وأشرت فيها إلى حدث حصل في وزارة التعليم العالي عندما تبرعت حكومة عندما تبرع رئيس الجمهورية آنذاك لشباب حقة بصعدة ب 250 منحة دراسية. واكتشف المسؤولين في التعليم العالي أن الطلبة القادمين من صعدة كانوا يكتبون في قائمة التفضيلات والخيارات طيران حربي رئاسة وأركان، بمعنى كانوا يريدون أن يتخصصوا في تلك التخصصات التي أرعبتهم والتي حاصرتهم والتي قتلتهم. هؤلاء مجرد نموذج. نحن الآن أمام كارثة بشرية هي أكبر من قدرة القادة السياسيين، أكبر من قدرة الأحزاب السياسية على أن تتخيلها، خاصة ونحن أمام نخبة انتهازية ونخبة محاصرة وأمام نظام سياسي مش فقط لاجئ وإنما حول الحرب إلى سوق رخيصة وأهان كل شيء. والمسألة اليمنية نحن نردد دائما بأنه في الظروف الصعبة يحتاج الرجل لأفضل العقول، ونحن نعيش الظروف الأكثر صعوبة مع أسوأ العقول وأيضا أقدر العقول على الإطلاق. نعم، إذن دكتور مروان الأمر الآخر هو الأفكار التي يتم تسميم بها الشباب والمجتمع بشكل عام. ربما خلال 5 سنوات رأينا الاحتفاءات الدينية الشيعية، الغدير، الحسينية، اللطميات بدأت تتكاثر بشكل مرعب وتظهر، يعني ربما تحولت صنعاء إلى اللون الأسود قبل يعني أيام، أحيانا تتحول إلى اللون الأخضر بشكل علني وواضح، وهناك يعني ربما دفع للناس بهذه الاحتفاءات. هل يمكن الآن نحن نتحدث بعد 5 سنوات، 5 سنوات أخرى هل يمكن أن نتحدث عن شعب تم تجريفه تماما ثقافيا وفكريا، يضمحل ربما الفكر الجمهوري الذي كان منذ 50 عاما ربي عليه هذا الجيل، يأتي هذا الفكر المتطرف؟ يعني ضمن خساراتنا للسردية الوطنية، خسرنا سردية موازية مثل الجمهورية والديمقراطية والوحدة الوطنية، وفي نفس الوقت نشأت مثل هذه الظواهر. الحوثي يقدم رشوة لإيران فينقل فيحاول أن ينقل المجتمع، يقصر أو يختصر المسافة الفاصلة ما بين الزيدية والإثنى عشرية، ويقدم رشوة مجانية علنية بهذا الشكل لأنه اعتقد أنه بلا حلفاء، وجد نفسه فعلا عالق في معركة من صنع يديه، وأنه بحاجة لأنه لا يجيد سوى القوة ولا يظهر منه سوى أطراف البنادق، وبالتالي بحاجة إلى دولة رسولية بتقف إلى جانبه، فبيقدم لهم هذه الرشوة، ولكن على حساب الهوية الوطنية، على حساب السردية الوطنية، على حساب معنى الجمهورية ومعنى أن يكون الإنسان يمنيا. وهذا ما قلته في البداية، بمعنى أنه
ضمن عناصر انهيار السرديه الوطنيه هي انه اننا في الشمال يتخلق شعب وتتخلق اجيال جديده غير معنيه او غير مرتبطه بالجمهوريه بمعناها السبتمبري او بالجمهوريه التي تولدت في 22 مايو 1990، وانما يذهب بعيدا. لدينا في صنعاء جمهوريه ليست نقيضا للملكيه ولكنها ملكيه في صوره جمهوريه، ونحن فعلا اللعبه بتفلت وندخل فعلا الى عصر اكثر، يعني كما اسلف الصديق ماجد، نحن ندخل في عصر فعلا انه لدينا اكثر من يمن، ولدينا ايضا الان اكثر من شعب واكثر من هويه، تتشكل هويات. والسؤال هنا الان ما هو المخرج؟ نحن الان في ما كنت اسميه دائما كهف فيرجيل، وهو اننا امام في سرداب مخيف ومظلم حيث كل الخطى تؤدي الى باب واحد. في هذا الظلام عندما قرر الجيش اليمني ان يدخل عدن، نحن قلنا عاش الناس لدقائق او لساعات سعاده رهيبه، لاننا اعتقدنا ان هناك احدهم فتح شباكا فدخل الضوء الى هذا النفق. لكن سرعان وكنا بنعتقد انه بامكاننا الان فيما حال انه استعيدت عدن ان تشكل انطلاق للسرديه الوطنيه لاستعاده الهويه، لاستعاده معاني الوحده الوطنيه، لاستعاده الفاوندنج ستوري، القصه المؤسسه للذات اليمنيه. ولكن كل هذا انهار في لحظه واحده عندما قرر التحالف ان ذلك بعيد وان ذلك ليس ضمن حسابات التحالف. نعم، الشتات وقدر اليمنيين. تفضلي. نعم، اسالك اخيرا دكتور، يعني هناك خشيه من بقاء الامر على ما هو عليه، يعني سيطره الانتقال على عدن، سيطره او بقاء ميليشيا الحوثي على يعني في موقعها في الاماكن الشماليه، وربما قبول الشرعيه بمأرب وما حولها. يعني هل يمكن ان يعلن اتفاق او يعقد اتفاق سري بين السعوديه والحوثي، خاصه وانه تم اعلان بالامس توقف استهداف يعني أهداف في السعودية من قبل الحوثيين؟ هناك حقيقة تقول أن أوراق المملكة العربية السعودية كلها مكشوفة في حين لا تزال أوراق إيران إلى صدرها، وهو أنه قبل أن نتحدث عن ما إذا كان ممكنا أن تحدث اتفاقات ما تنهي الحرب أو تنهي جزءا من الحرب، علينا أن نسأل أنفسنا ما الذي تريده إيران؟ إيران الدولة الرسالية لا يعلم أحد ما الذي تريده، وهي عندما تحقق نصرا فهي تبني عليه، ويبدو أنها تردد ما كان بن غوريون يردده أنه أن حدودنا حيث تقف دباباتنا. هذه هي المشكلة الأساسية لدينا. ولذلك أنا كتبت من حوالي شهر عن مقالة بعنوان أوان الطائف، وكنت أقول بأنه في لحظة من اللحظات في المشهد اللبناني لم يكن بمقدور أحد أن يتخيل الشكل الذي ستنتهي عليه الحرب، وأن تلك الحرب الهشينة حتى أنه كان يصعب عد أطرافها. في النهاية كل حرب تنتهي، لأنه عندما يعتقد المتحاربون أنهم غير قادرين على خوض مزيد من الحرب يرهقوا. أنه في هذه اللحظة إذا كان التحالف فعلا، إذا كانت المملكة العربية السعودية معنية فعلا بالسكين أو بالجرح الذي في خاصرتها كما وصفه الأخ ماجد، إذا كانت معنية بعلاج هذا الجرح وهو جرح خطر للغاية وعميق، فعليها أن تدعو إلى طائف جديدة أو إلى طائف أو إلى جدة وتجري صلحا ما. أنا قرأت وثيقة الصلح اللبنانية، وثيقة طويلة جدا لكنها بدأت بتعريف هوية الدولة. في الأخير انتهت الحرب اللبنانية إلى أن الدولة بالمعنى السياسي هشة بلا ملامح خارجية، ولكن المجتمع رفع الحدود وأصبح لدينا في لبنان مجتمع يتأسس على هوية لبنانية، مجتمع قوي ودولة هشة. ولا يزال في تقدير الشخصي هذا هو المخرج الوحيد، طائف جديد بمعنى طائف يمني أو جدة يمنية تجتمع فيها كل الأطراف، تصل إلى اتفاق هش إلى ديمقراطية توافقية، يفوز الجنوب في الجنوب في الجنوب، ويفوز الحوثي في الحوثي، ويفوز الدولجيين في مناطق الدولة الجمهوريين دعيني أقول. وبهذا الشكل تنتهي الحرب، يكون الهدف الأول هو أنه يملك اليمني من أول وجديد الحق في أنه ينتقل على ترابه الوطني بلا خوف، بمعنى حرية التدفق للبضاعات والأفراد والأشخاص. وبهذا الشكل سيعالج الزمن كما كان يقال دائما أنه هذه المشاكل الاجتماعية الكبيرة دحل الزمن. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والروائي الدكتور مروان الغفوري، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من برلين. شكرا عزيزي. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.